النهارده سافرت مخصوص من اسكندريه للقاهره عشان اجرب نص دستة، فتعالوا نشوف مع بعض هل يستاهل ولا لا. نص دستة من المطاعم اللي فاتحه من فتره قريبه وعملت ضجه كبيره على السوشيال ميديا. فانا بالنسبه لي كواحد من اسكندريه، فاحنا مش متعودين على طريقه الحواوشي دي، فبالنسبه لي كانت اكسبيرينس جديده، غير ان هو معمول على الفحم ومعمول فيه افتكاسات كتيره زي ان هو حواوشي ميكس شاورما لحمه وشاورما فراخ، فبالنسبه لي كانت افتكاسه حلوه جدا. اما بالنسبه للشاورما المصري فالتتبيله كانت حلوه جدا، وعاملين لقمه مختلفه اسمها الهامر، عباره عن حشوه اكتر في منها بطاطس وشاورما لحمه وشاورما فراخ وميكس ما بين الاثنين. وانت عندهم ما تنساش تجرب الكبسولة، عبارة عن اختراع سيء جدا، عبارة عن لقمة محشية حجوة مكسرات، وفي الاخر عشان الحموضة متنساش تختم بشوية لبن رايب في منه نعناع وبالسكر وبالمانجا. وفي الاخر كنت عايز اقولك ان هو يستاهل السفر، وقريب جدا هيفتح في التجمع الاول، واردرك بنص التمن.